متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الناظور. احنا الآن في حي بوعرورو، واحد السيد للحالة ديالو صراحة كتبكي ومريض مرض، طبعا نعم مرض مزمن، كيعاني في صمت والعائلة ديالو ما فحالهمش. طبعا كل اسبوع او اسبوعين كيتنقل للمدينة وجدة باش يعمل الأشعة. طبعا حنا كنطلبوا من الناس اللي يمسك عليهم الله، جمعية المجتمع المدني المحسنين والجمعيات، يعاونوا هذا السيد هذا اللي ما فحالوش. وطبعا يعني دخلوا بعض الجمعيات، يعني بعد المناسبة هذه كنبغيو نشكروا سي عبد السلام الغبزوري رئيس جمعية تويزا، طبعا لأنه كل مرة كيساعدوه. مشكور يعني مشكورين الناس ديال تويزا على رأسهم السيد عبد السلام الغبزوري. مرحبا بك على قناة شوف تي في، والله يشافيك الله يشافيك. شنو كتبغي تقول لخوتك المغاربة اللي كيشاهدوك الآن على المباشر على قناة شوف تي في؟ أولا السلام عليكم، كنشكر جمعية تويزا، كنشكر كنتم اللي تعطينا، كنشكر جمعية تويزا بزاف بزاف ساعدني، كتعاوني شوية، كنطلب من الخوت السلام عليكم سيدي يشوف بعينيكم، عندي شوية وليدات شوية. شحال من وليدات عندك الشريف؟ عندي خمسة. خمسة الله يخليهم لك. الله يبارك فيك. شوية عندي الصوت ناقص الحولية. خذ راحتك الله يشافيك. أمين. والله يوقف معاك. أمين. والله يشوف من حالك. أمين. شكرا لكم، شكرا لك سيدي، شكرا للجميع اللي كيساعدني واللي يعاوني، شكرا لخوت فاطمة إن شاء الله اللي كتعاوني وتساعدني شوية، الله يخلف عليها الله يخلف على الجميع، الله يرحمكم الوالدين، وكنطلب الشفاء للجميع. آمين. كنطلب الشفاء للجميع، كنطلب الشفاء إن شاء الله، نروحو تحت إن شاء الله ونتشافاو ونعاون تعاونوا عليا بالطاقات، يرحمكم الوالدين، اللي يدير يد في اليد ويعاون خوه المسلم، اللي يحتاج بحالي هكا، وكاع اللي محتاجين، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين الجميع. وشكرا لكم، شكرا جمعية تويزا، شكرا للجميع إن شاء الله. يعني أخوتي المغاربة، الناس ديال جمعية المجتمع المدني، أصحاب الجمعيات، الناس اللي مسك عليهم الله، اللي بغى يعاون شي حد، اللي بغى يعاون شي حد، راه الناس، راه كاين اللي مريض، راه كاين اللي كيعاني، يعني ها فين خاصو يعاون. ها هو السيد مريض مرض مزمن، يعني كل اسبوع جوج ديال الاسابيع كيتنقل المدينة وجدة وما لقاش اللي يعاونو. يعني ونبغيو نشكرو جمعية تويزا، ونبغيو نشكرو مرة اخرى سي عبد السلام الغبزوري طبعا. ولكن راه الناظور اولا الحسيمة ما فيهش غير شخص واحد، يعني كما كنقولوا خصنا نضامنوا مع بعضياتنا ونتحدوا مع بعضياتنا ونتعاونوا مع بعضياتنا. يعني طبعا هذا الشخص هذا الغبزوري يعني طبعا يعني كيعاون الناس، شفنا يعني في جائحه ديال كورونا وفي عهد كورونا، يعني شفنا بانه عاون الناس وقدم مساعدات ماليه وغذائيه للناس اللي ساكنين في القرى ولا غير ذلك، والجميع يعرف هذا. ولكن كنتسائلوا واش الناظور اولا حسين ما فيه غير عبد السلام؟ راه كاينين الناس اللي مسك عليهم الله، وكاينين جمعيات المجتمع المدني، راه خاصهم يعاونوا هاد الناس هادو، راه خاصهم يعاونوا هاد الناس هادو، علاش ما نضامنوش مع بعضياتنا ونتعاونوا مع هاد الناس هادو؟ نشكر تويزا، كنبغي نشكر السي الغبزوري، وكنطالبوا من الناس المحسنين وجمعيات المجتمع المدني والناس اللي مسك عليهم الله يعاونوا هاد الناس الفقراء، يعاونوا هاد السيد هذا اللي يعني مريض كنطلبوا ليه الشفاء العاجل، وعنده خمسة الوليدات. يعني صراحة شنو نقول،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد هذا يعني كيطالب الخوت المغاربة، كيطالب جمعية المجتمع المدني، وكيطالب الناس ديال المحسنين باش يساعدوا. حنا كنعرفوا بأن مغاربة يعني حنا كنعرفوا بأن خوتنا المغاربة يعني فاش كيكون شي واحد مريض أو شي واحد محتاج يعني كيتعاونوا. وإن شاء الله خوتك المغاربة يعني غادي يتعاونوا معاك وغادي يساعدوك، وان شاء الله غادي تبرى وتنوض توقف على رجليك. ككلمة أخيرة، شنو باغي تقول لخوتك المغاربة؟ أنت الآن على المباشر على قناة شوف تي في. كنشكر لخوت المغاربة واحد واحد اللي ساندوا كاع بحالي، وكنشكر جمعية تويزا، وكنبغي لخوت المغاربة نقول لهم لنفسي كان الله ولو بقليل، ولو يعاون بقليل، ولو بيعاون بقليل، واش يحسنكم صدقة كثيرة، قليل بالقليل كيصدق ربي الخير وكيصدق الكثير، وش المعاونة تكون كثيرة، اللي تقلبو شي حاجة ديال الإيمان، يعاون الحالي، ويعاون خوتو المحتاج، راه أنا جربت وعرفت، أنا وقلب الصحة ديالي أنني نقص العالم هذا الحالي، إن شاء الله، الله يشافي الجميع، وشكرا جمعية تويزا. وشكرا أخت فاطمة إن شاء الله، الله يرحمكم الوالدين، بارك الله فيكم ولا يكثر خيركم. إذا حالة كتبك أخوتي المغاربة، الله يشافيك، الله يشوف من حالك، إن شاء الله راه كنتمناو من الناس والمحسنين جمعية المجتمع المدني تعاونوا معك. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.